يعني ايه الظروف في مصر؟ انا عايز اعرف يعني، هو احنا كل مره هنهرب من موضوع رابطه الانديه دي علشان يتظل الامور تحت سيطره الاتحاد؟ كل العالم اللي فيه احتراف بقى له مده رابطه الانديه تدير الامور من خلال النظام الاساسي اللي بيدعو الاتحاد، ولكن قرارات هي مش توصيات، قرارات ملزمه. اذا كان في جديه هتتخذ القرارات، والا هنفضل في لجنه الانديه اللي اعتقد ان احسن لها تحل نفسها، والانديه بتقرر ما هو في مصلحتها. يعني ولذلك انا بقول لك لازم تبقى قراراتها ملزمه، انما كده كل واحد بيعمل اللي هو عايزه وعلى ضوء نفس النظام اللي احنا ماشيين عليه، وكل ما نتكلم يقول لك عايزين نطور ومحدش بيطور. يعني المسؤول عن التطوير لا يسعى الى التطوير، طب هنعمل ايه؟ تطوير كرة القدم في مصر اكيد لازم جزء منه طبعا ان انت ازاي تجمع الانديه بشكل كبير في رابطه، زي ما احنا بنشوف في دول في اوروبا، اشهرها طبعا رابطه الدوري الانجليزي، رابطه الانديه الانجليزيه اعتقد هي الاشهر. ازاي انت ممكن تبقى في يوم من الايام توصل للمرحله دي؟ هو ده بقى الاساس اللي ممكن تبتدي تفكر فيه. وليه ما ناخدش في وقت من الاوقات زي ما بنقول مثال زي رابطه الانديه الانجليزيه ونبتدي نحط ونمشي عليها؟ هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. لكن في الاول وفي الاخر انت بتحاول تعمل، ودي حاجه مميزه، بتحاول تجمع الانديه على شيء معين، وده اللي احنا منتظرينه. انشاء رابطه تدير هذا الدوري بعيدا عن مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يعني لو بصينا كمثال حي للدوري الانجليزي نجد انه الدوري الانجليزي عنده حاجه اسمها منظومه الاداره متمثله في اتحاد الكره الانجليزي، وعنده حاجه اسمها منظومه الاداره الخاصه بالدوري نفسه، ودي دورها يمكن يكون مخول او مركز على عده امور، اهمها طبعا عوائد البث الفضائي، الرعايه والاعلانات الخاصه وتوزيعها على قيمه البطولات الخاصه بالانديه وترتيبهم لليفلات او ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، كمان التحدث في لوائح ضبطيه خاصه بالموسم الانتقالات وضبط تارجت معين وسقف معين لموسم الانتقالات داخل الدوريات. المفترض ان رابطه المحترفين ان شاء الله تقوم بدورها السنه الجايه تحت رعايه منظومه اتحاد الكوره، المفترض كمان انها تفعل هذا الدور. رابطه المحترفين هي الخطوه الاولى نحو استقلاليه واحترافيه كره القدم في مصر، اسوه بالعالم المحترف في اوروبا والعالم كله زي ما بنشوف في الوقت الحاضر. مفيش حاجه اسمها ان يبقى في اتحاد كوره بيدير مسابقة محترفة أو تدخلات، يعني هتلغي كل شيء رابطة الأندية، هتلغي التدخل الحكومي، مفيش أي حاجة، تبقى هي بتدير اللعبة، بتدير الأندية، بتنظم الدخل الأندية، بتنظم البث، بتنظم عملية البث، بتنظم حقوق الأندية، بتنظم انتقالات اللاعبين. الرابطة بتبقى مسؤولة عن كل ما يخص كرة القدم، ده موجود في العالم كله. رابطة الأندية الإنجليزية ورابطة الأندية الإسبانية هي اللي بتدير الدوري، البطولات الإسبانية اللي بتديرها رابطة الأندية الإسبانية، في إنجلترا نفس الشيء، أي بطولة محترفة في العالم ما حاليا بتديرها رابطة أندية محترفة.